في الجزء الخاص ده من خلال تقرير. يا ريت. يلا يلا انت مجهزه كله كده؟ كله في البيت الكبير. اتفضل. واحدة من أفراد كتيبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حملت المسؤولية مع مجموعة من الرجال المحبين للنادي في فترة عصيبة من مسيرة القلعة الحمراء، اقتناعاً بضرورة رد الجميل إلى البيت الذي نشأت فيه وخدمته طويلاً على مدار مشوارها كلاعبة ومسؤولة. إنها بطلة النادي وأيقونة مجلس الإدارة الحالي الدكتورة رانيا علواني. كانت رانيا علواني واضحة منذ البداية في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي عندما أعلنت عن خوضها الانتخابات ضمن قائمة الأسطورة محمود الخطيب عن اقتناع كامل ببرنامج القائمة الانتخابي وإيمان راسخ بالعنوان اللافت لها وهو عائلة الأهلي. وبثقة من تربت على مبادئ القلعة الحمراء وتشربت تعاليم وأخلاقيات النادي، بررت رانيا علواني اختيارها للخطيب وقائمته بكلمات خالدة عندما قالت: نحن عائلة الأهلي نميل لطريقة معينة في التفكير، وأعلم شخصية كل أعضاء القائمة وطريقة تفكيرهم وتدرجهم في المناصب الإدارية داخل إدارة النادي. رانيا علواني كانت العنصر النسائي القوي والذي حصد الكثير من الأصوات في انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، كما كانت العنصر النسائي الأكثر حصداً للأصوات بين كل المرشحات في الانتخابات لثقة عضوات وأعضاء الجمعية العمومية للنادي في الطبيبة الناجحة والبطلة الأولمبية اللامعة والإدارية الدولية المؤثرة والسياسية الرائعة. وخلال 3 سنوات حتى الآن في مجلس إدارة النادي الأهلي أثبتت رانيا علواني أنها الزهرة الجميلة والوردة المتفتحة في قائمة عائلة الأهلي، والتي على رأسها الأسطورة محمود الخطيب.